بيروت ستنتفض، وبيروت ستعود، وستقوم من تحت الركام، وهذه عادتها. في هذا العام وحده ستجد أن لبنان يثور، ولبنان يحترق، ولبنان ينتفض، ولبنان يواجه العملة المتدنية بالليرة، ولبنان أصيب بنكبات كبيرة، ومع ذلك يقوم من تحت الركام. ليس عندنا أدنى شك أن لبنان وشعبه باستطاعته أن يخرجوا من هذا الانفجار، كما حصل بالمدن التي قصفت بالنووي بهيروشيما وناكاساكي، حيث تحولت هذه المدن من بعدها إلى أقوى المدن عالميا، بشرط إبعاد المفسدين. إبعاد المفسدين، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإذا ابتعد المفسدون وقام المصلحون بإصلاح الدين والدنيا، بإعادة العباد إلى رب العباد، بنشر العدل بين الناس، فستنتفض بيروت وستزهر أفضل مما كانت.